أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا من مادة القراءة والكتابة لهذه الحلقة غادي نختبروا التعلمات ديالنا اللي شفناها في الحلقات الثلاث واللي كتعلق بموضوع فن صناعة الزربية، وغادي نختبروا التعلمات ديالنا ونخرجوا في الأخير مجموعة من الاستفادات. وقبل غادي نقوموا بصحيح الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة، ودابا غادي نشوف إنجازات الحاضرات اللي معنا. مزيان سميرة، مزيان مزيان، يلا حفيدة، صحيح مزيان مزيان، لطيفة مزيان ومزيان فاطمة. إذا غادي نصحوا الواجب على الشاشة. إذا كان عبارة على مجموعة ديال الكلمات، وكان مطلوب منكم تكتبوا الكلمات في الفراغات اللي عندها علاقة بفن صناعة الزربية. وغادي نمشيو عند فاطمة تقرا لنا الكلمة الأولى وتقول لنا واش غنكتبوها في الإطار أو لا. تفضلي. غزل. غادي نكتبوه في الإطار حيت عنده العلاقة مع فن الزربية. نعم، إذا غادي نكتبوه فعلا غزل، هذه الكلمة لها علاقة بصناعة الزربية. ونمشيو للكلمة الموالية عند حكيمة. تفضلي. نولو. عنده علاقة بصناعة الزربية. إذا نحطوه. نعم، نكتبوه في الفراغ الموالي. نشوفوا مكتبة لطيفة في نظرك. مكتبة ما غاديش نكتبوها في الإطار حيت ما عندهاش علاقة بالزربية. نعم تماما. نشوفوا الكلمة اللي من بعد. حليمة تجاوبنا. تفضلي. زخارفو. غنكتبوها في الإطار حيث عندها علاقة بفن الزربية. نعم، إذا كيف ما جاوبتنا حليمة زخارف غنكتبوها في الإطار فعلا. شوفوا الكلمة اللي من بعد ونرجعوا عند فاطمة. تفضلي. مجلة. ما غاديش نكتبوها، ما عندهاش العلاقة بالزربية. نعم فعلا، هذه الكلمة ما غاديش تكتب. ونشوفوا الكلمة من بعد ونرجعوا عند حكيمة مرة أخرى. تفضلي. صوفون. نحطوها حيت هي الاساس ديال الزربيه. نعم، اذا هذه ماده اساس لصناعه الزرابي وغنكتبوها كما شفتوا على الشاشه. نرجعوا عند لطيفه الكلمه اللي من بعد. الكلمه المواليه صناعه، غنكتبوها في الاطار. نعم عندها علاقه مع الزربي. نعم، اذا كيف ما جاوبتنا لطيفه صناعه كيف ما شاهدتوا تكتبات في الفراغ الموالي. قالت لنا الكلمه ما قبل الاخيره. نمشيو عند حليمه. تفضلي. مائدة. ما عندهاش العلاقة أستاذة بفن الزربية. نعم، فبالتالي ما غاديش نكتبوا هذه الكلمة. وآخر كلمة نرجع عند فاطمة. تفضلي. خيوط. غادي نكتبوها. نعم، إذا غادي نكتبوا خيوط فعلا لأن عندها علاقة بصناعة الزربية. إذا هكذا تكون أو لا يكون التصحيح ديال الواجب انتهى. ونمروا الآن باش نجزو مجموعة ديال التمارين. هذه التمارين غادي توجدوها في الحلقة 77 في الكتاب المقرر اللي بين يديكم. ونشوفوا أول تمرين اللي أمامنا على الشاشة. إذا هذا التمرين فيه يسهم قطاع صناعة الزرابي في، عندنا أول جملة هي إدماج المرأة في سوق الشغل، الجملة الثانية خلق الرواج التجاري والسياحي، والجملة الثالثة الفقر والتهميش، وآخر جملة هي التنمية المحلية والجهوية. إذا هذا التمرين غادي نجاوبوا عليه بنعم أو لا، غادي نوضعوها في الخانات اللي أمام هاد الجمل. غادي نستعملوا الألواح باش نجزوا هذا التمرين. إذا غنطلب منكم تاخذوا اللوحة وغادي تقرا لنا فاطمة الجملة الأولى اللي غادي نجاوبوا عليها بنعم أو لا، اللي هي نقراها فاطمة. إدماج المرأة في سوق الشغل. نعم، وغادي نجاوبوا على هاد الجملة، واش صحيح واش نعم او لا. الا كان هذا الكلام صحيح غادي نكتبوا نعم، الا ما اتفقناش مع هذا الكلام نكتبوا لا. اذا واش قطاع صناعة الزرابي كيساهم في ادماج المرأة في سوق الشغل؟ ونرفعوا الالواح. مزيان 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 مزيان، ايضا صحيح. مزيان مزيان. اذا فاطمة شنو الجواب هو؟ غادي نكتبوا نعم. نعم، اذا غادي نكتبوا نعم. في نظرك علاش؟
حيت الصناعات الزربيه كتمكن المراه انها تشتغل وتحقق ذاتها ويكون عندها واحد المدخول اللي غتقدر تعيش منها هي والاسره ديالها. فعلا، اذا كيف ما اشارت فاطمه، صناعه الزرابي كيشكل واحد الجزء من حياه المراه القرويه، حيث كيساهم في تحسين الوضعيه ديالها وكذلك يعني الماديه والمعنويه. نمشيو للجمله الثانيه، تقراها لنا حكيمه. هي خلق الرواجي، خلق الرواجي التجاري التجاري والسياحي. نعم، اذا واش نعم ولا لا؟ واش كتساهم صناعه الزربيه في خلق الرواج التجاري والسياحي؟ نعم ام لا؟ يلا نرفعوا الالواح الى انتهينا من الاجابه. مزيان، صحيح، ايضا صحيح، مزيان 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 مزيان. نشوفوا حكيمه شنو هي الاجابه. صحيحه استاذه، نعم، يعني كتخلق الرواج نعم تجاري وسياحي، وحيتاش من كيجيو السياح للبلاد ديالنا كتعجبهم الالوان والاشكال. نعم، ديال الزرابي التقليديه الاصيله. نعم، وكتروج عند التاجر، يعني كتحرك الحركه عنده. نعم نعم، مزيان. اذا غادي نوضعوا نعم في الخانه اللي مقابله مع هذه الجمله، عفوا. وفعلا كيف ما شارت حكيمه، هذا الرواج التجاري والسياحي كتساهم فيه حتى تعاونيات اللي كتنظم معارض في المغرب وخارج المغرب، معارض لهذه الصناعه ديال الزرابي. نشوفوا الجمله الثانيه، عفوا الثالثه، ونمشيو عند لطيفه تقراها لنا. تفضلي. الفقر والتهميش. اذا في نظركم واش كتساهم صناعه الزرابي في الفقر والتهميش؟ اذا جاوبوا بنعم ولا لا. نرفعوا الالواح الى انتهينا. مزيان مزيان، صحيح صحيح، ايضا صحيح، مزيان. اذا الاجابات كلها لطيفه هي اتفقت على جواب واحد اللي هو هي لا. يا نعم، الصناعات الزربيه ما تخلقش، ما تساهمش في الفقر والتهميش. نعم، بالعكس تتساهم في بحال في التنميه، يعني بحال المراه دابا القرويه نعم، يعني هي تقرر واحد يكون عنده واحد المدخول. مدخول اها. وهذه الصناعه الزربيه لا في المدينه ولا بالعكس في القريه اكثر، في القريه تكون مطوره في نعم، يعني تتعرف تكون في المدينه وفي القريه. مزيان، بالخصوص في القريه في البوادي، يعني تيكون هي المورد الاساسي للناس. مزيان لطيفه. اذا غادي نوضعوا علامه في علامه لا، نقولوا لا. لا مزيان، اذا غنجاوبوا بلا. فعلا، اذا كيف ما شارت لطيفه، صناعه الزرابي كتشكل واحد المصدر مدير للدخل لكثير من الاسر، اللي كتعطيها واحد المبالغ ماليه اللي تتمكنها انها تلبي الاحتياجات ديالها. اذا هذا الكلام الفقر والتهميش غير صحيح. بقى لنا اخر جمله اللي هي تقرا لنا حليمه. التنميه المحليه. نعم، وجهويه. يلا، في نظركم واش صناعه الزرابي كتساهم في التنميه المحليه والجهويه؟ اذا جاوبوا بنعم ولا لا. على الالواح دائما. يلا نرفعوا الالواح الى انتهينا من الكتابه. مزيان مزيان، صحيح صحيح، مزيان ايضا، مزيان مزيان وصحيح. يلا نشوفوا الاجابه مع حليمه. تفضلي. نعم نعم، غادي نوضعوا نعم، نديروا علامه، نديروا نعم. نعم، اذا وضعوا علامه في خانه نعم. نعم، في نظرك كيفاش حليمه؟ نعم، الزربيه تتطور نعم، تتطور كتطور وتتظاهر في كل بها كل شيء. نعم، اذا غادي نضيف الكلام ديال حليمه، ان صناعه او قطاع صناعه الزرابي كيساهم في التنميه المحليه والجهويه، حيث كيحسن يعني من الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المواطنين، وكذلك كيساهم يعني تيكون هو واحد المدخول مدير للدخل، وبالتالي كنساهموا في التنميه الشامله ديال البلاد.
إذا هذا هو تمريننا اللي استحضرنا فيه مجموعة ديال المعلومات خاصة بصناعة الزرابي. نمر الآن لتمرين آخر اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة واللي غادي نتبتوا فيه قاعدة لغوية. شكون تذكرنا بالقاعدة اللغوية اللي سبق وتعرفنا عليها؟ إذا درسنا واحد القاعدة لغوية في الحلقات الفايتة. شوفوا لطيفة، اللي شفنا أستاذة سابقا هو اسم المفعول. مزيان لطيفة. إذا كيف ما كتشاهدوا أمامنا عندنا تمرين هو عبارة على واحد مجموعة ديال الآيات من سورة الغاشية كيف ما شفتوها في مادة القرآن الكريم. عندنا فيها سرور فراغ، وأكواب فراغ، ونمارق أيضا فراغ، وزرابي وفراغ أخير. إذا هاد الآيات الكريمات غادي توجدوا اسم المفعول اللي غادي نملؤوا به هاد الفراغات الأربعة. ونبداو بالأول فيها سرور، ونكتبوا اسم المفعول اللي غادي نملؤوا به الفراغ الأول. فيها سرور، يلا نرفعوا الألواح. مزيان صحيح، مزيان حفيظة، مزيان أيضا صحيح، صحيح مزيان مزيان. يلا إذا غادي نشوفوا شنو هو اسم المفعول اللي غادي نكتبوه في الآية الأولى. شوفوا فاطمة تفضلي. فيها سرور مرفوعة. مزيان، إذا مرفوعة هو اللي غادي نكتبوه اسم المفعول في الآية الأولى. عندنا وأكواب، نكتبوا اسم المفعول اللي غادي نكتبوه في هذا الفراغ الثاني. وأكواب، يلا نرفع الألواح إلى انتهينا من الكتابة. مزيان مزيان، يلا لطيفة مزيان، صحيح صحيح مزيان، صحيح مزيان. شوفوا حكيمة شنو غادي تقولي لنا، شنو هو الجواب؟ وأكواب موضوعة. مزيان، إذا موضوعة هي أو هو اسم مفعول اللي غادي نكتبه في الآية الثانية. قالينا الآية الثالثة ونمارق، يعني الآية الموالية اللي هي الآية 15 ونمارق. ونمارق، ونمارق اسم مفعول اللي غيجي من بعد. يلا نرفعوا الألواح. مزيان صحيح، مزيان صحيح، صحيح مزيان، مزيان وصحيح. يلا لطيفة في نظرك الإجابة هي؟ الإجابة هي مصفوفة. إذن ونقرأ الآية. ونمارق مصفوفة. مازين، مصفوفة هو اسم مفعول اللي غادي نكتبوه في هذه الآية. بقات لنا آخر آية اللي هي الآية 16 وزرابي. وزرابي، وزرابي. ونرفعوا الألواح. مزيان صحيح، صحيح مزيان، صحيح يلا لطيفة صحيح. واحد الفتحة حليمة، عفوا نعيمة للتاء، أيضا فاطمة فتحة للتاء. مزيان لطيفة. يلا حليمة في نظرك شنو غادي نجاوبوا؟ وزرابي مبثوثة. مزيان، مبثوثة هي اللي غادي نكتبوها في أخير. إذا هكذا نكون انتهينا من إنجازات التمرين. شوفوا لطيفة، عفوا فاطمة، اقرأ لنا هذه الآيات الكريمات تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. مزيان، إذا بعد ما نجزنا هذا التمرين غادي نمروا الآن باش نخرجوا بمجموعة ديال الاستفادات بعد ما درسنا موضوع فن صناعة الزربية. وغادي نسولكم شنو استفدتوا من هذا الموضوع. شوفوا فاطمة.
استفدنا الاستاذه ان الصناعات الزربيه يعني كتساعد المراه القرويه باش انها تطور. نعم. تطور يعني وتولي عندها واحد المدخول اللي غادي تقدر تعيش به. نعم. الا هي ولا الاسره ديالها. مزيان فاطمه، اذا نشوفوا واش كاين شي اضافه عند حكيمه. تفضلي. الفتاه الزربيه المغربيه معروفه في العالم بالجوده ديالها والاصاله ديالها. مزيان، اذا هذه كذلك نقطه مهمه واستفاده اللي ممكن نخرجوا بها بعد ما درسنا هذا الموضوع. ربما بان لي لطيفه عندها شي اضافه. تفضلي. نعم، هي صناعات الزربية يعني تتنشط السياحة في البلاد و... نعم وكذا يعني السياحة صناعات الزربية تتنشط السياحة و... نعم دنيا. نعم. كتساهم في تنشيط السياحة. نعم. نعم، شوفوا إضافة عند حليمة. تفضلي. صناعة الزربية تتعكس حرفات تقليدية و... الحرف تنقولوا الحرف التقليدية ومغرب. نعم. ومغربية. مزيان، إذا كيف ما قلتوا فعلا هذا الكلام، فالصناعة أولا الزربية كتعتبر سفيرة المغرب في الخارج وحتى في الداخل، فالصناعة ديال الزربية كتساهم يعني كيف ما قلنا في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ديال المواطنين، وهي تراث حضاري وكيمثل يعني الحضارة ديال الشعوب. إذا باش نرفعوا من قيمة الزربية المغربية باش خاصنا نلتزموا؟ شوفوا فاطمة، يعني نلتزموا اننا نشجعوا هاد اليد العامله اللي كتبدع وكتخرج لنا هاد التحف الفنيه الجميله، وهاد اليد العامله هي يد الصانع التقليدي. نعم مزيان، شوفوا ايضا باش خصنا نلتزموا. نعم، خاص يتنظموا معارض فن الصناع التقليديين يعرضوا المنتوجات ديالهم ويساعدوهم على التسويق ديالها. مزيان، شوفوا واش مازال شي اضافه عند لطيفه. تفضلي. نعم استاذه، احنا كمواطنين خصنا التزام اللي غنلتزموا، احنا كمواطنين خصنا نشريو الزربيه. نعم. التقليديه باش نشجعوا الصانع التقليدي ونحافظوا على التراث ديال بلادنا. مزيان تماما، اذا هاد الامور اللي قلناها واللي ناقشناها في الالتزامات غادي نعبروا عليها بجمل مفيده غادي تظهر امامنا على الشاشه. اذا هي مجموعه ديال الالتزامات، شو عند حليمه تقراها لنا؟ تفضلي. التزم بتشجيع صناعة الصانع التقليدي مغربي. نعم. حضور مع معارض خاصة بالزربية التقليدية المغربية حفاظ. نعم. على تراث البلدي انتبهي حليمة بلدي باقتناء نعم الزربية التقليدية المغربية. نعم، إذا هذه هي المجموعة ديال الالتزامات اللي خصنا بها النقاش ديالنا، واللي خصنا نحاولوا أننا نطبقوها في حياتنا اليومية، واللي بها غادي تنتهي حصتنا من مادة القراءة والكتابة لهذه الحلقة. غادي نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تبعتوا معنا الدرس الاول ديال ماده القراءه والكتابه، غادي ندوزوا الان الحصه الثانيه الخاصه بماده القران الكريم، اللي غادي نقراو ونتعلموا فيها الايات من الايه 22 الايه 24 من سوره الحشر، باش تحفظوها وتحسنوا التلاوه ديالكم فيها وتفهموا معانيها وتدبروا اياتها. ونبداو على بركه الله. والآن استمعوا جميع لهذه القراءة المباركة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات كاينين في سورة الحشر، جاءوا مباشرة من بعد السورة اللي سبق لنا ودرسناها الآية 21 من سورة الحشر، وغادي ندرسوهم بإذن الله في هذه الحلقة وفي زوج الحلقات اللي من بعدها. دابا غادي نقرأ الآية الأولى وغادي تردوا من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تفضلي لطيفة أعدي قراءة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أعدي. عالم الغيب. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم. والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. نعم. هو الرحمن الرحيم. مزيان لطيفة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أعيدي حكيمة قراءة هذه الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر انتبه الجبار الجبار المتكبر. نعم. سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون. نعم حكيمة تفضلي. أعيدي فاطمة قراءة هذه الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. نعم زين فاطمة. هو الله الخالق البارئ المصور. أعيدي لطيفة قراءة هذا المقطع. هو الله الخالق البارئ المصور. نعم الراء هنا مرققة المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. نعم أعيدي حليمة. هو الله الخالق البارئ المصور. نعم الراء هنا مرققة وخا كنوقفوا عليها مصور. مصور. نعم. له الأسماء الحسنى. أعيدي فاطمة قراءة هذا المقطع. له الأسماء الحسنى. نعم زين حكيمة. له الأسماء الحسنى. نعم. يسبح له ما في السماوات والأرض. أعيدي فاطمة قراءة. يسبح له ما في السماوات والأرض. نعم أعيدي حليمة. يسبح له ما في السماوات والأرض. أعيدي. يسبح له ما في السماوات والأرض. نعم يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض. نعم.
وهو العزيز الحكيم. أعيد فاطمة. وهو العزيز الحكيم. نعم أعيدي حكيمة. وهو العزيز الحكيم. نعم أعيد لطيفة. وهو العزيز الحكيم. نعم الآن بعد ما قرينا هذه الآيات الكريمات من سورة الحشر غادي ندرسوا القراءة الصحيحة لبعض الكلمات اللي غادي نعرفوا كيفاش نقراوهم وقفا، يعني كيفاش غادي نوقفوا عليهم. وباش تفهموا مزيان شوفوا معايا هذا الجدول اللي على الشاشة. إذا لاحظوا معايا الكلمات، عندنا الكلمات هو والشهادة المصور. إذا شنو هما الحركات اللي عندنا؟ الحركة اللي عندنا في أول كلمة هو في اللي بالأحمر يعني في حرف الواو، شنو الحركة اللي فيه حكيمة؟ فتحة، فيه حركة الفتحة. إذا كيفية كيفاش غادي نوقفوا عليها، كيفاش غادي نطقوا عليها رغم أن حرف الواو عنده فتحة، غادي نوقفوا عليها بالسكون وغادي نقراوها هو وغادي نوقفوا عليها هو، لأن العرب تقف دائما على ساكن يعني ولا تبتدئ بالساكن، يعني ما كتوقفش على متحرك بل تقف على الساكن، ولهذا غادي نقراو هو نقراوها هو. أعيدي حكيمة. هو. نعم أعيدي فاطمة. هو. نعم هو. جيد إذا انتقلوا للكلمة الثانية قريها لنا لطيفة. والشهادة. نعم إذا شنو الحرف اللي عندنا تما بالأحمر؟ شنو عندنا داك الحرف حكيمة تفضلي؟ حرف التاء. نعم هذيك التاء كيف هي؟ مربوطة. نعم أحسنتي. والحركة اللي فيها؟ كسرة. هي الكسرة. إذا هاد التاء المربوطة يعني ملي كنوقفوا عليها يعني وقفا تنقراوها بهاء ساكنة وتنقراوها الشهادة الشهادة وصلا وقفا الشهادة. أعيدي حليمة قراءة ديالها. الشهادة. نعم أعيدي فاطمة. الشهادة يعني ضروري نطقوا بداك الهاء اللي هي قلنا تاء مربوطة سواء كانت مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة تتقرأ هاء ساكنة. انتقلوا الكلمة الثالثة قرأيها لنا فاطمة. المصور. نعم المصور. إذا شنو عندنا آخر حرف شنو الحركة اللي فيه؟ فيه ضمة. فيه ضمة. إذا وغادي نقراوها كذلك ملي نوقفوا عليها نقراوها المصور المصور. نعم أعيدي حليمة قراءة ديالها. المصور. نعم أعيدي لطيفة. المصور. إذا هنا الخلاصة أن ملي كيكون عندنا آخر حرف كتكون فيه حركة إما فتحة أو ضمة وكذلك كسرة وقفنا عليها تنوقفوا بساكن يعني كنوقفوا بسكون. أعطينا المثال هو هو. شكون اللي تعطيني شي مثال؟ مثلا الله الله كيفاش غادي نقراوها حكيمه وقفا؟ الله. نعم الله. نعم وإلا كانت عندنا مثلا الاخر ديال الحرف فيه الضمه ونعطيكم مثال الجبار كيفاش نقراوها فاطمه؟ الجبار. نعم الجبار. اما إلا كانت عندنا قلنا اخر يعني الكلمه ديالنا فيها تاء مربوطه غادي تحول وغادي نقراوها بهاء ساكنه ونعطيو مثال نعطيكم يعني واحد المقطع من الايه وتقولوا لي كيفاش غادي نقراوه. مثلا قوله تعالى ويل لكل همزه لمزه كيفاش غادي نقراوها لطيفه؟ نقراوها ويل لكل همزه لمزه لمزه لمزه. احسنت لان داك التاء المربوطه اصبحت هاء. اعيدي القراءه ديالها. ويل لكل همزه لمزه. نعم اذا دائما غادي تذكروها الحرف الا كان عندنا اخر حرف الكلمه فيه فتحه ضمه كسره وبغينا نوقفوا عليه تنوقفوا بساكن، كانت عندنا تاء مربوطه كنوقفوا بهاء ساكنه. والمثال احنا عطيناه هو هو الشهاده الشهاده المصور المصور. الان بعد ما قرينا يعني كيفاش ننطقوا بالكلمات وقفا كيفاش نقراوهم وقفا غادي ننتقلوا لشرح الكلمات والعبارات اللي صعيبه باش نفهموا معاني الايات ديال سوره الحشر. نعم وغادي تظهر لنا على الشاشه الايات. تفضلي فاطمه قرينا اول ايه وقولي لنا الكلمات اللي محتاجه الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم، إذا الكلمات لما فهمتيش فاطمة؟ عالم الغيب والشهادة. نعم، عالم الغيب والشهادة تتعني أن الله تبارك وتعالى يعلم السر والعلن. إذا هذه هي من خلال قوله، من خلال هذا الشرح ديال هذه الكلمات، هذه العبارة، إذا شكون اللي تقول لي شنو المعنى ديال قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة؟ تفضلي حكيمة. يعني الله سبحانه وتعالى عالم على الحاجة اللي مخفية واللي ظاهرة. نعم، أحسنتي. حاجة ما تخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم، جيد. إذا فعلا الله سبحانه وتعالى يعني هو المعبود بحق، ما كاينش شي إله من غيره. يعلم السر والعلن، كيعلم داك الشيء اللي تيخفى على العباد ديالو واللي تيكون غايب وما تيعرفوهش، ويعلم يعني داك الشيء اللي ظاهر واللي تيعلموا عليه العباد ديالو وتيعرفوه. هو الرحمن الرحيم، بمعنى أن رحمته وسعت أو واسعة في الدنيا وفي الآخرة. إذا الآن بعد ما شرحنا هذه الآية الأولى غادي ننتقلوا الآية الثانية. شكون اللي تقراها وتقول لي شو اللي ما فهمتش في هذه الآية الكريمة؟ تفضلي حكيمة. بسم الله. هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن نوقفت عليها المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، كملي أكملي الآية. سبحان الله عما يشركون. شو فهمتوا من هاد البداية ديال الآية؟ تفضلي لطيفة. اللي فهمت أستاذة من هاد الآية هو الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ما عنده حتى شي شريك، هو الله واحد سبحانه. نعم، إذن الله لا إله إلا هو، يعني ما كاينش شي معبود غير الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن شكون اللي تقول لي شنو فهمتوا سبحان الله عما يشركون؟ شنو فهمتوا منها؟ نعم، تفضلي فاطمة. يعني هو ما عندوش شريك، لا شريك له. نعم، إذا الله سبحانه وتعالى تيتنزه على كل ما تلحق به، كيلحقوا به أنه عنده شريك أو عنده يعني ند. إذا غادي نمشيو للآية الأخرى، يعني الآية 24. شكون اللي تقراها وتقولنا شنو ما فهمتش من هذه الآية الكريمة؟ تفضلي حليمة قريها لنا. هو الله الخالق البارئ المصور. مصور. نعم. له الأسماء الحسنى. نعم، إذا الكلمة ما فهمتش. الخالق البارئ المصور. نعم، إذا الخالق يعني اللي تيخلق جميع المخلوقات، المصور يعني اللي تيصور هذه المخلوقات كيف ما أراد سبحانه وتعالى. وله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى قلنا هي يعني ذكرناها قبل قليل وشرحنا المعاني ديالها. إذا من هنا ننتقل الآن لآخر مقطع ديال الآية. شكون اللي تقراها وتقولنا الكلمات اللي ما فهمتش؟ تفضلي لطيفة. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم، لغة شرحها لي أستاذة هي الحكيم. نعم، الحكيم، الحكيم هو أنه حكيم في خلقه وبديع في صنعه. إذن هنا قلنا الله عز وجل يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن شكون اللي تعطي المعنى ديال هذه الآية بعد ما شرحنا الحكيم؟ نعم، تفضلي حكيمة. يعني الله سبحانه وتعالى كيسبح لجميع المخلوقات، لا اللي في السماء ولا اللي في الأرض. إذن من خلال قوله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يعني تختمت سورة الحشر بهذه الآية الكريمة يسبح له ما في السماوات والأرض، كيفما بدأت كذلك بالتسبيح. وقال الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا
هو المقصود الأعظم. إذا بعد ما فهمنا يعني معاني الآيات والكلمات وشرحنا يعني أسماء الله الحسنى كيف ما جات في الآية الكريمة، غادي نكلفكم بهذا الواجب اللي غادي توجدوه في الحلقة 77 من مادة القرآن الكريم، وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوه. إذا والواجب هو هذا: عالم السر والعلن، تنزه الله عما يلحقون به من الشركاء والأنداد، هو تعالى ذو الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة. مقاطع الآيات: عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، سبحان الله عما يشركون. مطلوب منكم في هذا التمرين أنكم تختاروا المعاني المناسبة لكل مقطع من مقاطع الآية اللي احنا تندرسوها. الآن تقلوا الواجب الثاني واللي غادي يظهر على الشاشة كذلك، وهو العزيز الحكيم، هو الله الخالق البارئ المصور، يسبح له ما في السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى. قال الله تعالى. إذا المطلوب منكم في هذا التمرين أنكم ترتبوا هذه المقاطع الآيات وتكتبوها كيف ما جات في المصحف الشريف باش تحسنوا الخط ديالكم، وما تنسوش أنكم توضعوا علامة الوقف الهبطي. وبهكذا نكونوا وصلنا لنهاية الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم. نخليكم مع مادة التأهيل المهني والتكنولوجي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا مادة القراءة والكتابة ومادة القرآن الكريم، غنتقلوا لمادة التأهيل المهني والتكنولوجي. لكن قبل ما نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم، نصحوا الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة. نبداو على بركة الله الرقم الإنجازات ديالكم. صحيح. صحيح. جيد. جيد. صحيح. جيد. 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 الواجب اللي كلفتكم به في الحلقة الفايتة واللي كيظهر أمامكم على الشاشة، عندنا فيه مجموعة من الصفات، والمطلوب اللي كان مطلوب منكم فهذا الواجب هو أنكم تختاروا وتعزلوا الصفات اللي خاصة توفر في أعضاء التعاونية وتوضعها داخل الإطار. الصفات اللي عندنا فهذا الواجب هي الديمقراطية، المساواة، الأنانية، الصراحة، التضامن، الغش، واحترام الآخرين. إذا نبدأ على بركة الله. فاطمة قرأي لنا الصفة الأولى. الديمقراطية. الديمقراطية. واش فاطمة الديمقراطية هي صفة خاصة تكون في أعضاء التعاونية؟ نعم الأستاذ، ضروري تكون النزاهة وتكون يكون المعقول، ضروري خاص تكون الديمقراطية. صحيح. الديمقراطية هي واحد الصفة اللي خاصها تكون في أعضاء التعاونية، وخاص يكون العدل والمساواة ما بين الأعضاء ديال التعاونية ونوضعها داخل الإطار. حكيمة قرأ لنا الصفة الثانية. المساواة. المساواة. واش المساواة من الصفات اللي خاصها تكون في أعضاء التعاونية؟ خاصها تكون في الصفة الأعضاء التعاونية. صحيح. صحيح. إذا غنوضعوها في الإطار كما قلنا بأن بين أعضاء التعاونية والمنخرطين ديالها والمكتسبين فيها خاص تكون المساواة، أن كل واحد خاصه يحترم الرأي ديال الآخرين ويكون عنده نفس الحقوق ونفس الواجبات، وبالتالي غادي نوضعوها في الإطار. نمروا الصفة الثالثة. لطيفة. الكلمة الثالثة أستاذ هي الأنانية. الأنانية ما نكتبوهاش حيت الأنانية ما خصهاش تكون في ديك الأعضاء ديال التعاونية. صحيح. تبارك الله عليك لطيفة. الأنانية هي واحد الصفة مذمومة، وبطبيعة الحال ما خصهاش تكون من بين الصفات ديال الأعضاء ديال التعاونية، وما غاديش نوضعوها في الإطار. نمروا للصفة الأخرى. تفضلي حليمة. الصراحة. الصراحة. الصراحة أستاذ نكتبوها حيت ضروري خاص تكون الصراحة ما بين أعضاء. صحيح. ضروري خاص تكون الصراحة ما بين أعضاء التعاونية، وبالتالي هي من الصفات الواجب أنها خاصها تكون، وغنوضعوها داخل الإطار. فاطمة
نمشيو للصفة الأخرى. التضامن، ضروري تكون التضامن ما بين الأعضاء ديال التعاونية باش كتنجح التعاونية. صحيح، من المبادئ ومن الأشياء ومن الصفات اللي خاصها تكون، خاص يكون التضامن بين أعضاء هاد التعاونية باش تحقق النتائج والأهداف ديالها. وغادي نوضعوا الكلمة ديال التضامن داخل الإطار كما غادي تلاحظوا أمامكم على الشاشة. نمروا للصفة الأخرى. حكيمة تفضلي. الغشو. الغش ما خصوش يكون، ما خصوش تحط، لان ما خصش اصلا يكون الغش بين الاعضاء، خصو يكون صادقين. تبارك الله عليك. اذا الغش هو واحد الصفه مدمومه ما خصهاش تكون في المجتمع كامل، وبالتالي ما خصهاش تكون بين اعضاء التعاونيه، وما غاديش نوضعوها داخل الاطار. لطيفه، الصفه الاخرى. الصفه الاخرى هي الاحترام والاخرين، غنكتبوها في الاطار حيت هي ضروري خصها تكون ما بين الاعضاء التعاونيه وما بين الناس جميعا. جيد، تبارك الله عليك. حيت احترام الاخرين هو واحد المبدا خصو يسود بين الناس، كل واحد يحترم الاخر، يحترم الراي ديال الاخر ويقدروا كذلك. يمكن نختلفوا في الاراء لكن كل واحد يحترم الراي ديال الاخر ويحترم الاخر في الوجود ديالو، بالتالي غادي نوضعوها في الاطار، وبهذا نكونوا صححنا الواجب وحصرنا الصفات. من بين هذه الصفات، الصفات اللي خصها تكون متوفره في اعضاء التعاونيه، واللي هي الديمقراطيه، المساواه، الصراحه، التضامن، واحترام الاخرين. وبهذا نكونوا صححنا الواجب ديالنا. وغادي نزيدوا نكملوا الموضوع ديالنا حول التعاونيه، وغادي نرجعوا للنص ديالنا. تابعوا معايا جيدا، غادي نقرا النص وانتم تبعوا معايا. التعاونية. التعاونية مؤسسة مستقلة تضم أشخاصا اتحدوا اختياريا وفق قيم ومبادئ أساسية للتعاون، تلبية لاحتياجاتهم وتحسينا لوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهي أداة لتحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة، ويحق لكل شخص دون تمييز أن ينخرط في أي تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي. والآن غادي نطلب من فاطمة تقرأ لنا النص. تفضلي فاطمة. التعاونية مؤسسة مستقلة تضمن تبه تضم أشخاصا تحد اختياريا وفق قيام ومبادئ. ما عندناش الألف. وفق قيام وفق قيم ومبادئ أساسية للتعاون، تلبية لاحتياجاتهم وتحسينا لوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهي أداة لتحقيق الديمقراطية وتنمية والتنمية المستدامة، ويحق لكل شخص دون تمييز أن ينخرط في أي تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي. تبارك الله عليك. إذا هذا هو النص اللي كنا شفناه في الحلقة الفايتة، واللي كما قرأته فاطمة. شكون ممكن تقول لنا علاش تتكلم هذا النص؟ تفضلي حكيمة. تيتكلم هذا النص على التعاونيات. على التعاونية، صحيح، تبارك الله عليك. النص اللي عندنا تيتكلم على التعاونية. وشنو قلنا على التعاونية؟ تفضلي لطيفة. التعاونية أستاذ هي واحد المجموعة الناس تيتفقوا وتيكونوا واحد المشروع. صحيح. باش يحسنوا الظروف ديالهم ويساهموا في تنمية المجتمع. جيد، تبارك الله عليك. التعاونية كما قالت لطيفة هي واحد المجموعة ديال الناس اللي اجتمعوا على واحد الفكرة وتنظموا بيناتهم حول واحد المشروع، الغاية ديالهم هما أنهم يحققوا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهم ولبلادهم طبيعة الحال. الهدف
الهدف الأساسي هو أنهم يحقوا هذا المشروع في أقصر مدة ممكنة وبأقل تكلفة. طبيعة الحال التعاونيات كاين أصناف كثيرة، كاين التعاونيات اللي كيمدوها المستفيدين منها أو المنخرطين تيمدوها بمجموعة من المنتوجات وهي اللي تتبيعها، وكاين صنف آخر من التعاونيات تتنتج لنا واحد المنتوجات أو لا واحد تقدم واحد الخدمات للناس، وكاين تعاونيات أخرى اللي كتجمع ما بين هاد الأنواع، وكاين تعاونيات اللي كتقدم واحد الخدمات مقابل واحد المقابل مادي. إذن إلا بغينا ننشئوا شي تعاونية لاش تنحتاجوا؟ تفضلي حليمة. تنحتاج أستاذ المال. صحيح، خاصنا رأس المال، تبارك الله عليك. ورأس المال ممكن يكون عن طريق الاكتتاب ديال المنخرطين، مساهمات ديال المنخرطين اللي كنسميوها الاكتتاب، يعني كل واحد كيحط المساهمة ديالو. طبيعة الحال ممكن يكون رأس المال عن طريق إعانات ديال الدولة أو لا المؤسسات الأخرى، بحال مثلا الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني اللي كيقدم واحد الدعم وكيساهم في تحقيق الأهداف ديال هاد التعاونيات. طبيعة الحال هاد الناس المنخرطين واللي كيتسموا كذلك المكتتبين عندهم رأس المال، وبعد مرور واحد المدة بعد ما كيتم توزيع ديال المداخل كيقتسموا الأرباح، يا إما شهريا يا إما دوريا يا إما سنويا، وممكن كيخصوا واحد الفائض كذلك للاستثمار باش كيزيدوا يوسعوا الأنشطة ديالهم، يوسعوا الأنشطة ديال التعاونية ديالهم. وشكون تقول لي شنو هما أنواع التعاونيات اللي كاينين؟ تفضلي فاطمة. الأستاذ كاينين بزاف ديال التعاونيات، ما بين هاد التعاونية كاينة تعاونية فلاحية، تعاونية صناعية، تعاونية غذائية، وكاينة تعاونية سكنية. صحيح، تبارك الله عليك. إذا كاينة أنواع مختلفة ديال التعاونيات وهي اللي غادي تظهر أمامكم على الشاشة. كما تلاحظوا أن أنواع التعاونيات هي التعاونية الفلاحية، التعاونية الصناعية، التعاونية السكنية، تعاونية المواد الغذائية. شكون تعاود تقرا لنا هذه الأنواع؟ تفضلي حكيمة. أنواع التعاونيات هي التعاونية الفلاحية، التعاونية الصناعية، التعاونية السكنية، التعاونية المواد. ما عندناش ألف واللام. تعاونية المواد الغذائية. المواد الغذائية. جيد، تبارك الله عليك. لطيفة، ممكن تعاودي لنا القراءة؟ نعم. التعاونيات هي أنواع التعاونيات. أنواع التعاونيات هي التعاونية الفلاحية، التعاونية الصناعية، التعاونية السكنية، التعاونية المواد الغذائية. جيد، إذا كما كتلاحظوا هذه بعض أنواع التعاونيات. النوع الأول عندنا التعاونيات الفلاحية، وهذه التعاونيات الفلاحية هي اللي تتخدم لنا على المنتوجات الزراعية والمنتوجات الفلاحية كذلك. مثلا عندنا بعض الزراعات وعندنا تربية مثلا بعض المواشي يعني والموارد الحيوانية، هذا فيما يخص النوع الأول ديال التعاونيات الفلاحية. التعاونيات الصناعية يعني تتهم الجانب الصناعي، كتشمل فيه صناعات محددة ومجموعة من الحرف ومجموعة من المهن. النوع الثالث التعاونيات السكنية، وهذه التعاونيات السكنية الهدف منه هو توفير السكن لفائدة المكتسبين، لفائدة المنخرطين في هذه التعاونية، والغاية هو أنهم يوفروا السكن. والنوع الآخر هو تعاونية المواد الغذائية، وهذه التعاونيات تكونها مجموعة ديال الناس اللي عندهم نفس المهنة، والغاية هي توفير هذه المواد الغذائية لفائدة هاد الناس بأثمنة مناسبة، كتكون أثمنة جيدة، كتكون أثمنة تفضيلية. ودابا غادي نكلفكم بواحد الواجب اللي غادي تنجزوه في البيوت ديالكم واللي غتلقاوه في الكتاب المقرر الحلقة 77 واللي كيظهر أمامكم على الشاشة. عندنا الهدف من إنشاء التعاونية
مواجهة وتقليص مشكل البطالة، تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها، تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، الزيادة في رأس مال الأغنياء. مطلوب منكم أنكم تقرأوا جيدا هذا الجمل وتوضعوا العلامة في الخانة المناسبة، وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نصححوه. وحتى أنتم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين حاولوا تنجزوه في بيوتكم، وما تنساوش يمكن لكم تعودوا تشاهدوا هذه الحلقة مرة أخرى على قناة السادسة أو عبر الإنترنت على الرابط اللي غادي يظهر أمامكم على الشاشة. إلى هنا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.